سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. وصفه اليوم كما كتشوفوا عباره عن تحليه او حاله المرايا كما هو معروف، بثلاثه طبقات وبمكونات اللي جد بسيطه. نمشيو نشوف. بالنسبه للمكونات فغنحتاجوا كاس معمرش ديال الزيت، كاس معمرش ديال السنيده. بالنسبه لهاد المعمرش كيفاش؟ يعني فوت من النص بشويه كما كتشوفوا. جوج البيضات، دانون طبيعي من الحجم الكبير يعني ديال 2 دراهم، خماره، و جوج معالق ديال الكاكاو بودر، والدقيق فغادي نشوفه من بعد. من بعد ما مزجنا الخليط ديالنا مزيان البنات، كما كتشوفوا الدقيق فكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا كان الدقيق اللي كتستعملي من النوعيه الجيده فغتحتاجي 5 ديال المعالق، الا كان من النوعيه اللي طبعا 5 ديال المعالق عامرين ما تنساوش هذه. الا كان من النوعيه اللي كتشرب اولا النوعيه اللي ما مزياناش فغادي تحتاجي من 5 فما فوق، يعني 6 حتى 7، هذا هو الماكسيموم. من بعد ما الخليط ديالنا اصبح جاهز كناخذوا اي مول بغينا وكندهنوه بالزيت فقط وكنصبوا فيه الخليط ديالنا. نصيحه البنات، من الاحسن من الاحسن من الاحسن تاخذوا شي مول يكون الجوانب ديالو طالعين اكثر من هذا اللي خديت انا، حيت غتلقاو مشكله من بعد ما نضيفوا الطبقات. فهذه خطا طحت فيه انا، ما بغيتكمش تعاودوا نفس الخطا. من الاحسن خذوا شي مول اللي يكون يعني داك اللي كيتحل من الجناب او لاي مول، المهم يكونوا الجوانب ديالو عاليين.
من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا للفرن مباشره غادي نبداو نحضروا في الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاجوا فيها كاس ديال الحليب مجفف، كاس عامر، وثلاثة ديال اليوغورت طبيعي من حجم كبير يعني 2 دراهم، ثلاثة ديال اليوغورت، وثلاثة المعالق ديال سكر سنيدة. كندمجوا العناصر بثلاثة مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط كريمي. هذا هو الشكل ديال الكيكه البنات من بعد ما خرجناها من الفرن. كيفاش كتجي؟ كتجي هشيشه ورطبه. بالنسبه للون اللي بغى يزيد الكاكاو يزيد، انا درت 2 معالق على حسب ما غتبانش ليا في الواجهه، يعني غادي يجيو من وراها طبقات اخرين، فالامر كيبقى اختياري. كنضيف الطبقه الثانيه ديالي وكنحاول انني نوزع على المول كامل، ومن بعد غادي ندخلها المره الثانيه للفرن باش الطبقه الثانيه تقبض في روحها. كندخلوا الكيك ديالنا البنات يكمل الطياب ديالو في الفرن. كنجيو مباشره نحضروا الطبقه الثالثه والاخيره اللي غادي نحتاجوا فيها 2 كيسان ديال العنبه عامرين بالماء، 2 فلان شوكولا، ملعقه صغيره ديال القهوه سريع الذوبان او لا ساشي، و 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. كندمجوا المكونات كاملين وفوق النار كنحطوهم حتى لدرجه الغليان. هذا هو الشكل ديال الطبقه الثانيه من بعد ما خرجتها من الفرن. كما كتشوفوا شدات في راسها. كنبدا كنصب الخليط الثالث او الطبقه الثالثه، كنستخدم الملعقه بحال هكا باش نوزع الخليط على المول كامل. كندخلوا التحليه ديالنا للثلاجه تبرد من 3 سوايع فما فوق، ومن بعد كنقدموها يعني على الشكل اللي بغينا، اما نخليوها في المول ونقدموها على الشكل اعتيادي، اما نقطعوها مربعات كما درت انايا كما كتشوفوا هنا في الصوره، اولا نقطعوها بدوك لي مول ولا دوك المراشم يعني ديال الحلوه دوك اللي دايرين، كنقطعوها دوائر كتجي حتى هي غزاله دوائر وكيجي الشكل موحد. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، رائعه منظر ومذاق. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. تابعوا عندي في لاشين، فعلوا زر الجرس، خليوا لي كومونتير زوين في حالكم، لايكيو لي الفيديو، وباي باي.